السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فورد إكسبيديشن موديل 2013، في مشكلة الجير بوكس يعلق في نمرة واحدة، فحصناه طلعنا الكود P0722 اللي هو الأوتبوت سبيد سنسر. طبعا الحساس هذا هو، هذا حساس السرعة، ويجي مع القطعة هذه كاملة، تنباع في الوكالة بمفردها. البعض يسميها شريحة، والصحيح لا، هو فقط حساس، وسعره في الوكالة تقريبا حوالي 650 ريال. تختلف الأسعار من وكيل إلى آخر، من فترة إلى أخرى، وراح أوريكم إن شاء الله فاتورته وفيها رقم القطعة، بس تتبدل هذه وبإذن الله يضبط الجير 100%. شغالين في التركيب، والآن نطلع نركب ونجرب السيارة ونخبركم. في السابق كانت السيارة تعلق في نمرة واحدة وما يبدل الجير نهائيا، وأحيانا تعلق في ترس خفيف، مثلا تعلق في الترس رقم 4 ولا 5، وتصير السيارة ما تقدر تمشي في الطلوع. وأنصح أي أحد تصير عنده هذه المشكلة، لا تمشي في سيارتك، وقفها ونقولها الورشة صلحها وبعدين استخدمها، لا تمشي فيها حتى للورشة، نقولها بسطحة، لأنه مشيك عليها وهي معلقة في ترس خفيف قد يسبب خلل في الأجزاء أو الأنظمة الميكانيكية أو الأجزاء الميكانيكية داخل الجير، مثل أنه يحرق لك كلتشات وغير كذا. وهذه القطعة سميناها كونكتور، هنا سعرها قبل الخصم 706 ريال، وبعد الخصم بالضبط 600 ريال. وهذا الحساس القديم بعد ما فكوا الشباب، وهذا رقم القطعة، هذا الكرتون حقها. والآن عبينا السيارة زيت ونطلع نجربها. طبعا لا تغيرونها إلين تفحصون وتتأكدون أن العطل نفس العطل، وأن رقم القطعة نفسه يركب على سياراتكم. وهذا مهدي اللي اشتغل في السيارة، تتوقع تشخيصي صحيح يا شيخ مهدي؟ إن شاء الله إن شاء الله. طبعا طالعين نجرب السيارة الآن، والله يعطيك العافية وبيض وجهك يا اخي، الورشه بدونك والله ما تسوى نص ريال. لا والله بدونك انت، لا يا رجل، لازم تغيب بالله. طبعا السياره فيها مشكله مسفير في سلندر رقم 5، لكن ما هي مشكلتنا حاليا بنجرب الجير ونعطيكم وضع السياره. والسياره جربناها على الطريق وما شاء الله تبارك الله ممتازه جدا، تبدل الدروس من ابدع ما يكون. طيب مهندس مهدي، نصيحتك لاي واحد عنده مشكله في الجير بوكس يعلق في نمره واحده، غالبا لازم يفحص بالكمبيوتر، لانه ممكن تكون المشكله كهربائيه وتروح توظف جير ولا تغير جير، والمساله ما هي محتاجه كل هذه التكاليف. اتمنى لكم الفائده، ونستودعكم الله ونلتقيكم على خير. وللامانه هذا من الاعطال اللي مرتنا كثير في سيارات فورد اكسبيديشن موديل 2013 تحديدا.